جريمة مروعة لأسباب تافهة جدا، هنقولها بالتفصيل دلوقتي. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة طالب في بنزينة بالجيزة. قرار جهة التحقيق تجديد حبس السائق 15 يوم على ذمة التحقيق لاتهامه بإنهاء حياة طالب بسبب أولوية تمويل السيارة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة. وزي ما احنا شايفين صور المجني عليه، عنده 20 سنة، كان بيدرس في الفرقة الثانية في كلية التجارة. وطبعا شرطة قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغ بمقتل أحد الأشخاص، وانتقل رئيس مباحث القسم لمكان البلاغ، وتبين إن كان في مشاجرة نشبت بين سائق وطالب في بنزينة نتيجة خلاف على أولوية تزويد الوقود من مدافع واحد منهم لطعن الآخر بسلاح أبيض ليفارق الحياة متأثرا بالإصابة اللي لحقت بيه. ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم، وتم اقتياده لقسم الشرطة وأمرت جهة التحقيق بحبسه على ذمة التحقيقات اللي بتجريها في القضية. من جانبها قالت والدة المجني عليه إنها كانت بتتكلم مع ابنها على الموبايل قبل الحادث بلحظات، وقال لها إنه جعان وهيجي البيت لما يعني يزود السيارة بالوقود عشان ياكل. وأكملت السيدة إنه في أثناء دخول ابنها لتزويد السيارة بالوقود في دوره، تفاجأ بسائق ميكروباص بيقطع الطريق قدامه وعايز ياخد دوره فابنها وقف له قال له ده الدور بتاعي. فقالت، وبتتابع بقى الأم الملكومة بتقول، الأم المكلومة بتقول لا تزال في المكالمة الهاتفية مع ابنها، فسمعت شتايم وسباب وأصوات عالية بجوار ابنها، وواحد من الأشخاص بيرد بدل من ابنها وبيقول لها إن ابنها اتصاب إصابة بالغة ولازم تيجي فورا. فراحت مع والده لموقع الحادث، وتبين إن السائق جاب، للأسف ما عندوش ضمير، جاب مفك من الميكروباص بتاعه وطعنه في قلبه، أودت بحياته. لا إله إلا الله.